مشاهدينا الكرام متابعينا الافاضل نجدد لكم التحيه، وها هي انطلاقه جديده من انطلاقات التحدي، من انطلاقات الاثاره، وشوطنا الثالث عشر، اول اشواط الانتاج والمنتجين هنا من ايضا اغنياء ابناء القبائل التي نتابعها من ارضيه هذا الميدان. نسير معكم هنا باثنين كيلومترات، ونفتتح هنا مع شديدة محمد بن طهميمة بن قردوس العامري على الصدارة، بينما مزون المنطلقة بهذه الانطلاقة هنا معبد بن محمد بن هلال المزروعي، والوصول هنا من شلوى القادمة حمد بن حسن بن عبد الله بن غليطة الغفلي، المنطلقة على المركز الثالث والمركز الرابع سمحة راشد بن سعيد بن غفان اليابري، ومن الجانب الآخر هناك حفلة محمد بن نابت بن محمد بن خيلة العامري، والوصول من قبل الضبية سعيد بن سيب المر بن محمد النعيمي، وهنا الضبية تأتينا من الجانب الآخر، وصلت هنا الذهبة لسعيد بن عتيق بن سعيد المقعودي الفلاسي، وأرى وصول من ضغط سالم بن حمد بن قذوة العامري، وهنا القادمة سلام صبيح بن سالم بن عوف الغيلاني، وهناك الداودية، هناك حميد بن مطر بالكوس الفلاسي قادمة بهذا الانطلاق الجميل. لنا عودة إلى مزون، مزون مزون على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول هنا بهذه الانطلاقة، معبد بن محمد بن هلال المزروعي الشاعر، الشاعر يتقدم إلى الصدارة إلى المقدمة إلى المركز الأول في أول أشواط الانتوج، بينما القادمة حفلة محمد بن نابت بن محمد بن خيلة العامري، وهنا تأتينا شلوى، شلوى لحمد بن حسن بن عبد الله بن غليطة الغفلي، ولكن مزون، مزون على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول، وصدورة هذا الشوط مسيطرة على زمام الأمور لمعبد بن محمد بن هلال المزروع، المنطلقة على الصدارة على المقدمة، أرى هنا سلام القادمة لصبيح بن سالم بن عوف الغيلوني قادمة، الله الله اللحظات الأخيرة، ولكن مزون 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 وسلام، سلام ومزون واللحظات الأخيرة، الله الله التحديات، سلام من المرموم، من المرموم، تهانينا هنا لمعبد بن محمد بن هلال المزروعي المركز الثاني، سلام بيح بن سالم بن عوف الغيلاني المركز الثالث، شلوى راش هنا بانطلاقة حمد بن حسن بن غليطة الغفلي، وحفلة محمد بن نابت بن محمد بن خيدة العامري، والوصول من قبل هناك ضغط سالم بن حمد بن قذوة العامري من حلت على المركز الخامس. هذه هي النتيجة، نعود مع شاعرنا هنا أيضا بفارس له التهنية على هذا الفوز المميز الجميل هنا مع مزون، معبد بن محمد بن هلال المزروعي، سلام المرموم للمرموم على هذا الفوز المميز الجميل، ولحظة الوصول إلى خط النهاية معلنة الفوز والناموس بتوقيت زمني مقداره هنا دقيقتين 59 ثانية، سبعة من الأجزاء من الثانية، بينما سلام من حلت على المركز الثاني هنا لصبيح بن سالم بن عوف الغيلاني من حلت بدقيقتين 59 ثانية، ثمانية من الأجزاء من الثانية، بينما شلوى من حلت على المركز الثالث لحمد بن حسن بن عبد الله بن غليطة الغفلي قاطع المسافة في ثلاث دقائق، أربعة من الأجزاء من الثانية، حفلة من أتتنا رابعا لمحمد بن نابت بن محمد بن خيلة العامري بثلاث دقائق وثمانية أجزاء من الثانية، بينما هناك ضغط من أتت على خامس المراكز سالم بن حمد بن قذوة العامري، هي من أتتنا على خامس المراكز بهذا الانطلاق المميز الجميل، وسجلت هنا أيضا ثلاث دقائق أربع ثواني وثلاثة من الأجزاء من الثانية، تهانينا وناموس، تهانينا لجميع الفائزين.